شوف القطيعة الحوم على الراس وحوم احنا الشريعة من الشام جيتك قبرك لقيتك انا العقيدة. لقد كشف الله تعالى مرارا عن كرامته للعباس باب الحوائج عليه السلام. أظن كل من توسل بالعباس نال حاجته باطمئنان تام. أبا الفضل، باب الحوائج ويعطي حوائجنا. لقد نلت حاجتي من كل ما لدي عائد للعباس. لقد نلت حاجتي من أخذت مرتين زيارة كربلاء بفضل أبي الفضل عليه السلام. كل ما لدي من أبي الفضل. طلبت الكثير من أبي الفضل فأكرمني بالشيء بعد الآخر وأنا ممتن له. إنه أبو الفضل وهو جدنا. يا أبو الفضل، معدن الأدب، ولا أقول أكثر وسنصل إلى ذلك. هل يمكن للمعشوق حاجة ويسأل عاشقه وهو لا يجيب؟ إنه لا يطلب إلا الإخلاص. الشفاء إنما يكون حينما تجتمع النوايا على الخير. إنه باب الحوائج، كلما واجهت مشكلة قضاها لي الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل عليه السلام، وأشكر الله 100 مرة. لقد طلبت السلامة من أبي الفضل فحسب. نلت ما كنت أطلب. هل صادف أن تواجه مشكلة عظيمة ليس لك طريق لحل المشكلة وتشعر بعدم وجود الأخ أو المساعد لحلها، من تنادي؟ فأطلب من الله أولا ثم من أبي الفضل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: كنت مع الزهراء عليها السلام وقالت: كفانا لأجل هذا المقام اليدان المقطوعتان من ابن العباس، أي لشرف منزلة الشفاعة يداه تكفينا ولا يحتاج إلى شيء آخر. أعلم أن العباس عليه السلام يحل الكثير من مشاكل الشباب. إنه موضع حبي فقط، أحب أبا الفضل أكثر من نفسي. نفتك يا أبا الفضل، يا قمر بني هاشم. لا أعرف أعظم من أبي الفضل. أبو الفضل هو حامي الجميع، لا أكثر من ذلك. نحن غير جديرين بأبي الفضل. أشكر الله تعالى وأنا ممتنة لأبي الفضل. أبو الفضل هو الحب. ما نقول في أبي الفضل وأننا عاجزين عن وصفه، نفس هذه الخدمة تساوي العالم وتعتبر فخر كبير لنا، وهي تكفينا وهي تكفينا وهي تكفينا وهي تكفينا. وهكذا هو الحب، كما الدمع ينثر في عالم الإحساس والوفاء، والحب كما الفرات العطشان الجاري أبدا، وهو المتدفق إلى قلوب أهل الأرض على مر السنين. وهكذا هو العباس، وهكذا هو العباس، أصبح خالدا أبدا مع مولاه الحسين عليه السلام
تحت مظلة الحب. بدأت هذه الهيئة منذ 4 سنوات. هم ينشطون منذ 10 سنوات وكانت فعاليتهم جيدة. في طرف المدينة الآخر هيئتان في كل زقاق عكس هذه المنطقة. هذه الهيئة أحيت الشارع. ليت هيئات 4 تكون كهذه الهيئة، يجتمع الناس ويتعلم المعارف ويقيم حلقات العزاء. جزى الله المؤسسين خيرا. ما نريد الماي ارجع وياي، ما نريد الماي جيتك خويا للمسرح، لقيتك على الثرى مقطع، صحت وبجمرة المدمع. ما نريد الماي ما نريد الماي. مرحبا، اهلا وسهلا، في خدمتكم. ما رعيتنا حامل رايته وجوده على جمر العالم. هنا بيت العباس وباسم أبي الفضل عليه السلام. هنا خيمة الحب وميعاد المحبين الذين يقدمون إليها بقلوبهم قبل أقدامهم، وهو المحل الذي يأتيه الإنسان بالحب. يا جمرة حنيني يعذرك ونيني، عشان منك يطعار يسار ويميني، شيرجع لهيبتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك، أخاف بنعوفك بعد ما أشوفك، إذا ما تجيني أقدر ظروفك، أخاف بنعوفك بعد ما أشوفك، إذا ما تجيني أقدر ظروفك. كل من يدخل هذا المكان يعتبر زائرا، لأننا نؤمن بإمام وزعيم. كل من يدعي ويناديه ويقول السلام عليك يا أبا الفضل العباس يجيبه. اجتمع بعض الشباب الطيبين قبل 6 سنوات، وكان همهم الوحيد إقامة عزاء في منطقة جلفة. التي تنعدم فيها المراسم والمجالس بأي شكل كان. دعك مما قبل الثورة، أما بعدها فلم ترفع راية للحسين هنا، فقرروا التوجه إلى هذه الجهة من المدينة، حيث لم تكن حسينية أو هيئة هنا في منطقة جلفة. خطر على بالنا أن هذه المنطقة تنعدم فيها مراسم العزاء والمجالس. كانت البداية صعبة جدا لأننا كنا نجهل طبيعة المنطقة. أخذنا في زقاق كنيسة وانغ
أرضا بمساحة 200 متر. كانت الأرض مليئة بالأوساخ، فتبادر إلى الأذهان استحالة العمل، إذ لم يبقى لحلول شهر محرم أكثر من 20 يوما، ولكننا قررنا التوكل على الله وبدأنا ببسم الله. عملوا ليلا ونهارا وتمكنوا من إزالة النفايات والخراب حتى هيئوا المكان للمأتم. بدأوا بعمليات التنظيف ونصبوا هيكل السقف، وتحمل كل منهم جزءا من العمل، وتبرعوا بالأقمشة السوداء والأغطية، وكنا نفتقر لكل شيء. وكان موعد عملنا فترة ما بعد الظهر، ورغم تزامن يوم النوروز مع ليلة المحرم الأولى، إلا أن الأخوة جلبوا الفرش من بيوتهم، إذ لم تكن لدينا مخصصات مالية تذكر. بدأت برامج بيت العباس بسبعة أو ثمانية أشخاص قرب كنيسة وان. لا أعرف، هذه هي الحقيقة، ولا يمكن تصور السر في انتخاب الاسم. الاسم بحد ذاته معجزة، لأن الأخوة رشحوا أسماء كثيرة وناقشوا ما يمكن انتخابه. كل شخص قدم اسما اقترحوا بيت الحسين أو الحسينية أو العباسية. وقال أحد الأخوة الخدمة، وهو سيد سليم القلب، اقترح اسما لم نسمع به من قبل. لقد رأى مناما نؤمر فيه أن نطلق على هذا المكان بيت العباس، وهو اسم لائق جدا. لأبي الفضل شخصية عالمية، وبمقدور الجميع أن يحبوه، ومحبته قد استغرت في قلوب الجميع. كنا نظن أن المسلمين وحدهم سيأتون إلى بيت العباس، ولكن بمرور السنين يتكاثر القادمون بمن فيهم المسيحيون الذين يعربون عن شكرهم وتقديرهم، لا سيما في السنوات الأولى. ومع مجاورتنا للكنيسة، فإن المسيحيين كانوا يطلبون طعامنا للتبرك للكنيسة.